ما تيجي بقى نعمل مع بعض وصفة الفول الجامد ده، زي عربية الفول بالضبط، نفس القوام ونفس اللون، حاجة كده يعني بروفيشنال. أول حاجة أنا معايا الفول ده، فول بلدي أو فول تدميس عموما، أنا جايبة نص كيلو، نقعته من بالليل من وقت السحور يعني لحد تاني يوم الصبح، لا نقعته من الصبح لحد بالليل عشان اشتغلت بيه بالليل. عموما يعني بتنقعي حوالي مثلا 8 ساعات ولا حاجة. بعد كده حطيت عليه نص كوباية من العدس الأصفر، تمام، بس وقلبته تمام كده. هحط بقى عليه مية وهولع عليه النار، هولع عليه النار لحد ما يغلي، وأول لما يغلي معانا هوطي عليه خالص، تمام كده. بعد كده أول ما يغلي معانا ابتديت إن أنا أشيل الحاجات اللي عليه اللي حضراتكم شايفينها دي، تمام، وهوطي عليه النار، مش هفتح عليه خالص دلوقتي غير بعد ساعتين. وطيت عليه النار، فتحت عليه بعد ساعتين، خلاص اهو بصوا ابتدى ان هو يدخل في استواء. انا هشعر عليه خالص وسبته بقى من بعد الفطار لحد الساعة 3 يعني، فضلت مشعرة. او انا عملته من امتى، من الصبح، فضلت شغالة، شغالة من الصبح لحد بالليل، لحد قبل السحور يعني، انا اخدت منه للسحور. بعد ما استوى دخل معايا في السوا، قعد معايا حوالي 8 ساعات على النار بس مشعره عليه جدا. معايا 3 معالق من النشا وعليهم كمان معلقتين من الكركم، معلقتين كبار من الكركم بس، مش هحط اي حاجه ولا اي اضافه تانية، هزودهم بشويه ميه يفك بس معايا النشا كده وخلاص على كده، تمام، لحد ما يدخل معايا في السوا. خلاص قبل ما يستوي يعني، خلاص قبل ما انزله ب10 دقايق هو خلاص استوى. بس باخده بقى، باخد الخلطه ديت وبنزل بيها على الفول. هنشوف مع بعض دلوقتي اهو، تمام كده. انا عايزه اوري لحضراتكم اللون محمر شويه، مش على اي حاجه غير العدس فقط لا غير. الفوله استوت كده، انا سايباها بتاع 8 ساعات على نار هاديه جدا جدا جدا. بس هجيب بقى الخلطه بتاعتي اهو، وانا بنزلها على طول هبتدي اقلب بسرعه بسرعه علشان ما تجمدش معايا، زي ما حضرتك شايفه كده بالضبط اهو. ابتدى اللون ان هو يتغير معايا شويه، تمام. لون الكركم، طبعا الكركم مفيد جدا، اصلا الكركم بيتشرب كده لوحده، الكركم لوحده مضاد للالتهابات، ومفيد جدا، مش مجرد لون بس، وده حاجات طبيعيه، تمام كده. كركم من الاعشاب، من التوابل الصحيه. بس شايفين اللون، اللون حقيقي يعني جامد الصراحه. هقفل عليه وهسيبه شويه، هوري لحضراتكم بعد ايه، بعد ربع ساعه كده. شايفين كده هقفل عليه. بصوا القوام بعد ما كان معانا ميه بقى عامل ازاي، القوام اللي هو الكريمي ده، والفولايه مستويه وجميل جدا وما شاء الله يعني. شايفين كده اهو، ده القوام اللي انا بقول لحضراتكم عليه. بس ده بقى بعد يعني، بعد حوالي 4 ساعات يعني، بعد حوالي 4 ساعات 5 ساعات يعني، انا بقول لحضراتكم اهو. شايفين بقى القوام بقى متماسك جدا، والفول ما شاء الله كتير ومستوي جدا، وحاجه روعه قوي قوي الصراحه. بعمل انا ايه بقى بالفول الجميل ده؟ بجيب بصلايه بدبلها، انا عملته مع حضراتكم قبل كده، بصلايه بدبلها وبنزل بحبيتين طماطم ويتسبكوا كده على النار، وبعد كده بروح نازله بيهم بالفول عليهم مع شويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه ايه زيت. بس كده بقى معانا بالشكل الجميل ده. اتمنى بقى الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. شايفين الفول وقوامه وريحته وطعمه، الحقيقه حاجه يعني، اللهم بارك. بس في نهايه الفيديو بقى، اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. لو بتشوفونا من خلال الفيسبوك ما تنسوش تشيروا الفيديو علشان كلنا نستفاد، ولايك جميل وكومنت جميل من حضراتكم، وكل عام وحضراتكم بألف خير. دمتم في رعايه الله وحفظه.